والحسنة بعشر أمثالها إلى ما شاء الله عز وجل، وإضافة إلى أجل العبادة، فلو قرأ آية من آياته وتدبرها لن يتخيل الإنسان ما سعدت به من الطمأنينة حتى الجلد سيخشع من خشية الله. إخوتي في الإيمان، أنا الغالب بأبادني الأمين أدعوكم إليها وأعداؤكم إليه. جزاكم الله خير أحسن الجزاء. Thank you.